أشار أحد الكتاب المردود عليهم في مسألة الإيمان من قبل اللجنة الدائمة في أحد كتبه إلى رجوع فضيلتكم عن الرد عليه، وأن اللجنة لم تفهم كلامه حق الفهم، ولهذا حصل منهم الرد عليه، وكتابه مطبوع متداول. السؤال: ما حقيقة هذا القول حيث حصل به لبس كثير؟ هذا القول كذب، كذب صريح، فأنا لم أتراجع، وأنا على أن الكتاب أنه خطأ، كلامه في الإيمان خطأ، ولم أتراجع عن ذلك. لكن هؤلاء الكذب عليهم أسهل شيء، من أجل يشككون الناس، ولا القرار ما صدر من اللجنة إلا بتوقيع الجميع وموافقة الجميع، ولم يرجع منهم أحد عن ذلك، لأنهم لا يتسرعون، وإنما يتأنون في إصدار الأحكام. فالكتاب على ما صدر كتاب فيه خطأ كبير وفيه إرجاء. نعم.